أم خالد، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي أستاذ فرحان؟ حياك الله، هلا أم خالد. أول شيء أشكركم على هالبرنامج. بصراحة النسبة اللي قاعدين نشوفها نسبة مرتفعة جدا من الطلاق، تقريبا هي 53%، وهذا يعني معدل أو مؤشر خطير، لازم الكل يتوقف وينظر إلى الأسباب المؤدية إلى هذه النسبة الخطيرة. بالنسبة لي أنا أقول أن ارتفاع نسبة الطلاق يرجع لعدة أسباب، أهمها أن كل من الشاب والفتاة خرج من أسره تعود أو عودته على الاعتماد، عودته أنه ما يعتمد على النفس والتواكل على الأهل في كل شيء. فجأة يجد الشاب أو الفتاة أمام تحمل مسؤولية منزل وغيره من التبعات، فلما يلاقي نفسه في هذا الأمر يرفض هذا الواقع ويفضل الانفصال. كذلك من الأسباب المهمة هو اعتماد الرجل اعتماد كلي على المرأة، سواء كان في الصرف على المنزل أو تربية الأبناء أو تحمل المسؤولية. مخالد، بس أنا عشان عندي فاصل قبل الفاصل، بودي أسمع رأيك بالنسبة للدور الحكومي. يعني الآن مثل ما قلنا الفحص قبل الزواج يختص فقط بالأمراض العضوية، ليش ما يكون في هناك فحص نفسي وفحص وتثقيف للزوج والزوجة قبل الزواج للإقبال على حياة جديدة؟ يمكن في الآن من ضمن الموضات، أنا أسمع صراحة، يعني أسمع موجود وأسمع من ضمن الموضات، يقول لك إن في بعض الحريم يقول لك والله شلون أنا بعيش مع ريال طول عمري؟ معقولة أقعد مع واحد طول عمري 30-40-50 سنة بعيش مع شخص واحد؟ ما يصير لهالدرجة إن وصلت الثقافة والتفكير. لا أنا أتوقع أن الحكومة يعني ما هي مقصرة، يعني أعطت كل شيء وثقفت، لكن أنا أرجع أقول أن الدور يرجع على الأهل وتربية الأهل نفسهم. لازم يعودون عيالهم أن الزواج تحمل مسؤولية وتبعات، مو أنه والله يعني الولد يأخذ البنت أنه يبي يقعد ويعطي أوامر ويعطي، لا لازم يعني حتى البنت لما يعني تقبل على الزواج لازم تنصدم بواقع أنه يعني والله على بالها مثل الأفلام اللي على أيام أبيض وأسود يشيلها على حصان لا طبعا. والله أم خالد الله يرحم أيام الأسود والأبيض قبل عشرة. أتوقع لو إحنا باقين على أيام الأسود والأبيض ما كان حالنا اليوم في الحال، وما كانت النسبة وصلت إلى هالنسبة. كل الشكر لك أم خالد على هذه المشاركة.